عملنا فاروق صلاح ويحكي لنا على اللي بيحصل هناك. تفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وتحياتي للزملاء الاعزاء الدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن اسلام، هنا من امام سفح الاهرامات، يعني اعتزاز بتاريخ مصر وحضاره مصر وحضاره الفراعنه، اختيار مميز جدا للاعلان عن بطوله سوبر الابطال، البطوله ان شاء الله اللي تم التحديد موعد انطلاقها وهتنطلق في الامارات العربيه المتحده وبالتحديد ابو ظبي في الفتره من 24/12 الى 29/12. خليني اقول لك ان تم حسم ثلاثه فرق في المشاركه في هذه البطوله. نادي الأهلي بطل الدوري المصري طبعا وبطل كأس مصر طبعا، بيشارك فريق بيراميدز وصيف بطولة الدوري في هذه النسخة، وأيضا بيشارك فريق سيراميكا وهو بطل كأس يعني بطولة الرابطة، كأس الرابطة بيشارك فيها فريق سيراميكا. إذا يتبقى الفريق الرابع يا كابتن إسلام، وطبعا الجميع بينتظر مباراة الأهلي وإنبي في الدور قبل النهائي لكأس مصر. يعني انت عارف ان المواجهات كأس مصر الاهلي وانبي وبيراميدز والزمالك. خلينا اقول لك بقى كابتن اسلام ان في هذا السياق، يعني لو يعني في حاله فوز فريق انبي في هذه المباراه وصعوده الى المباراه النهائيه، اذا هو الفريق الرابع اللي هيشارك في هذه البطوله طبقا لي يعني الامور او يعني اللوائح الموضوعه. تم طبعا في حاله عدم صعود فريق انبي للمباراه النهائيه وفوز النادي الاهلي، وده الامر اللي احنا بنتمناه، وصعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه، اذا بالتالي هيتم استدعاء فريق فيوتشر، لان فريق يعني طبقا للائحه بيكون الفريق الثالث في جدول الترتيب وهو نادي الزمالك. ولكن طبعا نظرا لانسحاب نادي الزمالك في البطوله او النسخه الماضيه من كاس السوبر، وبالتالي تم استبعاد نادي الزمالك. اذا في حاله صعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه هيكون فريق فيوتشر هو صاحب الترتيب يعني الرابع في الدوري، هو اللي هيكون الفريق الرابع في هذه النسخه من البطوله. عايز اقول لك طبعا تم الاعلان عن جوائز هذه البطوله او النسخه الجديده لهذه البطوله. جوائز البطوله اذا قد يكون البطوله النادي الاهلي ثم نادي بيراميدز ثم نادي سيراميكا كليوباترا والفريق الرابع ما بين نادي إنبي لو صعد للدور النهائي في بطولة كاس مصر، أو نادي مودرن فيوتشر اللي هو فيوتشر سابقا، يعني صح كده؟ بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، وده بالتحديدا اللي يعني تم تحديده. يعني خليني يعني النقطه دي بالتحديد، يعني احنا يعني لجانا للمسؤول الاتحاد المصري لتوضيح هذه الامر، قال ان الترتيب لجدول الدوري الاهلي الاول ونادي بيراميدز الثاني ونادي الزمالك الثالث ونادي فيوتشر الرابع. في حاله وجود الاول والثاني في النسخه هذه في البطوله ومشاركتهم في البطوله، اذا يتم استدعاء الفريق الثالث في جدول الترتيب. ونظرا طبعا زي ما قلنا لانسحاب نادي الزمالك وقرار باستبعاده من هذه النسخه وهذه البطوله، اذا هيتم اللجوء الى الفريق الرابع في جدول الترتيب وهو نادي فيوتشر، وهذا الامر حسم تماما يا كابتن اسلام. وده معلش خلينا نبقى واضحين في كلامنا، بعد انسحاب نادي الزمالك في النسخه السابقه من بطوله السوبر. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني نظرا لانسحاب نادي الزمالك في النسخه السابقه، وبالتالي يستبعد نادي الزمالك من النسخة التالية، وبالتالي تم استبعاد نادي الزمالك من هذه النسخة والمشاركة في هذه البطولة، وده زي ما أكد لنا أكثر من يعني من مصدر والمسؤول الاتحاد المصري اللي أكدوا هذا الأمر. طيب مكافآت هذه البطولة أعتقد ما بين 250 و 125 دولار، 1000 دولار يعني. خليني أقول لك بالتحديد بالظبط يا كابتن اسلام، خليني اقول لك يعني لو احنا بنتكلم على الجوائز، طبعا صاحب المركز الاول هيحصل على الميداليه الذهبيه و 250,000 دولار، صاحب المركز الثاني 125,000 دولار، صاحب المركز الثالث 75,000 دولار، وصاحب المركز الرابع 50,000 دولار. خليني اقول لك ان طبعا اليوم على هامش الاحتفال بانطلاق البطوله وتدشين البطوله، تم تكريم النادي الاهلي لامرين مهمين جدا، وتسلم طبعا الجائزتين
دقيقتين معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تسلم جائزة أن النادي الأهلي الأكثر تتويجا وحصولا على البطولة ب 13 بطولة، وأيضا النادي الأهلي هو الأكثر الأندية المصرية المشاركة في هذه البطولة، وبالتالي حصل النادي الأهلي على جائزتين، جائزة الأكثر تتويجا والأكثر مشاركة في البطولة. خليني أقول لك برضو أن الأجواء هنا يعني الضيوف أو السادة الحضور مجلس أبو ظبي اللي قايم بدور كبير جدا واللي تحدث عن عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي، وأن الأمور يعني بتمتد إلى سنوات كتير جدا. طيب. والدور الكبير جدا اللي بتلعبه القيادة السياسية في مصر ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيد أواصر العلاقة ما بين مصر والإمارات أن دايما الاثنين في القلب، مصر والإمارات قلب واحد. طبعا كان يعني تم تكريم مسؤولي مجلس أبو ظبي وأيضا الأستاذ يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية على هامش تكريم طبعا النادي الأهلي. طبعا من الضيوف اللي كان موجودين معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، المهندس سيف الوزيري، والمهندس محمد يحيى اللي قايمين بدور كبير جدا في شركه المتحده للخدمات الرياضيه، ودور مهم جدا لتاكيد العلاقه اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي على كافه الاصعده وليس على النطاق الرياضي. وايضا يعني كان متواجد الوزير اشرف سلمان رئيس الشركة المتحدة، أيضا كان متواجد في هذا الاحتفال، والأستاذ جمال علام وكثير الحقيقة من الضيوف الكبار اللي كانوا متواجدين في هذا الأمر. كريم كان عايز يسألك سؤال يا فاروق. مساء الخير يا فاروق، سامعني؟ كريم الحمد لله، أهلا بيك. معلش بس عندي بس استفسار يا ريت أنت تسأله هناك بالنيابة عن قرار النادي الأهلي. تم تحديد يوم 23 ديسمبر موعدا لمباراه النادي الاهلي وسامية كليوباترا في نصف نهائي كاس السوبر. النادي الاهلي عنده ماتش يوم 15 ديسمبر قدام اتحاد جده. ان شاء الله باذن الله، باذن الله ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اذا تاهل للسيمي فاينل، فده معناه انه هيلعب مباراتين. اكيد هيلعب مباراه السيمي فاينل وبعديها يا اما ان شاء الله يلعب الفاينل يا اما يلعب الثالث والرابع. يعني في احتماليه النادي الاهلي يكمل في المونديال الانديه لغايه يوم 22 ديسمبر في السعوديه. ازاي تم وضع تاريخ يوم 23 ديسمبر موعدا لماتش سيراميكا؟ لا خليني اقول لك ان تم تحديد موعد البطوله يوم 24، البطوله هتكون من يوم 24 نعم. الى يوم 29. تمام، مفيش مشكله، ما جاتش على مباراه النادي الاهلي يعني ما جاتش على اليوم، مفيش ازمه خالص يعني. لا ممكن يلعبوا 25 مثلا. نعم 25 اللي انا عارفه 25 الاهلي يلعب 25 اوكي. بس هي فكره حته ان في احتمال يعني ان شاء الله يعني احتمال النادي الاهلي مكمل في المونديال. يوم كريم اتفضل يا فاروق اتفضل. يعني خليني برضو من ضمن هذه الامور، طبعا انت عارف النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه، لو النادي الاهلي باذن الله قدر يكمل مشواره هيلعب المباراه النهائيه يوم 22/12 او الثالث والرابع. النادي الاهلي خليني اقول لك ان او الثالث والرابع هتكون برضو يوم 22/12 تمام. لكن بالنسبه للبطوله كاس السوبر هيكون الانطلاق البطوله يوم 24، والنادي الاهلي اول مباراه هياخدها تكون يوم 25. ده يعني ده من الامور اللي يعني تم التاكيد عليها ان المباراه اول مباراه للنادي الاهلي هتكون يوم 25. اذا يعني هيبقى يكون هناك وقت بتكلم كويس عشان نفهم يعني كل هذه الامور يا فاروق. بالظبط يا كابتن اسلام. طيب الحفله اعتقد لسه مكمله. بالفعل يا كابتن اسلام، طبعا في فقرات لهذا الحفل، وزي ما حضرتك قلت على لفيف كبير جدا من المسؤولين والساده الحضور ممثلين في وزاره في معالي الوزير، الى جانب طبعا شركه المتحده للخدمات الرياضيه معالي الوزير اشرف سلمان، المهندس سيف الوزير، والمهندس محمد يحيى، ايضا يعني الاستاذ المهندس اسامه الشيخ، والدور الكبير جدا للشركه المتحده، والدور اللي يعني من خلالها تم تكريم الشركه المتحده على الدور
اللي بتلعبه طبعا في كيفيه اثراء الرياضه المصريه. صحيح. وتاكيد يعني نقطه مهمه جدا تم اثارتها في هذا الامر يا كابتن اسلام، ان حتى من الرعاة الموجودين في البطوله قالوا نقطه مهمه، يعني ايضا شركه الاتصالات مصر واحد رعاة النادي الاهلي الموجوده ومشاركه في هذه البطوله، في يعني امور ومفاجات هتكون محضره ومجهزه وبيتم تجهيزها للجماهير في ان شاء الله اللي هتكون متواجده في هذه المرحله وهذه الفتره. خليني اقول لك ان معظم الرعاة اللي اتكلموا قالوا الدور ليس مقتصر على الحقوق التسويقيه او انت بتتكلم في مكسب، ولكن احنا بنحس باحساس المسؤوليه لدعم الرياضه المصريه. طبعا ده سواء من الرعاة الممثلين هنا في مصر او ايضا في مجلس ابو ظبي، الدور دور دعم دور احساس بالمسؤوليه زي ما اكدنا يا كابتن اسلام، هي بتبقى دور رغبه شعبيه بتلتقي في نقطه واحده، هي حاله الحب اللي ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي. الحقيقه حفله على اعلى مستوى، انا يعني اتفرجت على حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع من هذه الحفله، سمعت كلمات الاستاذ جمال علام، الاستاذ كل الاساتذه اللي كانوا موجودين، ايضا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الوزير اشرف سلمان، المهندس سيف الوزيري، الجميع الحقيقه، الاستاذ محمد يحيى، الكل الحقيقه يستحق التحيه على هذه الحفله. مجلس ابو ظبي الحقيقه اللي بيقوم دائما بدور الشراكه في تكوين هذه الشراكه مع الشركه المتحده وشركه بريزنتيشن والمهندس سيف الوزيري، عموما هي امور كثيره جدا جدا، ولكن في النهايه وجهة نظري انها كانت حفله من الحفلات الرائعه التي تستحق كل التحيه وكل التقدير لمنظميها، وان شاء الله تكون بطوله سوبر النخبه من نصيب النادي، سوبر النخبه الاولى من نصيب النادي الاهلي يعني يا فاروق. باذن الله يا كابتن اسلام، يعني عايز اقول لك برضو ان في هذا الامر او في هذا السياق استاذ يعقوب السعدي هو بيتكلم معانا على النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي وحاله الشغف اللي عند الشعب الاماراتي او الشارع الاماراتي سواء من المواطنين او سواء من المصريين المقيمين لوجود النادي الاهلي، وقال وجود النادي الاهلي بالنسبه لنا بيبقى حاله متفرده. تحدثوا عن وجود النادي الاهلي، وجود النادي الاهلي في اي مكان يا فاروق بيفرق كتير جدا الحقيقه، يعني طبعا في الامارات في السعوديه في اي مكان الحقيقه يعني بالظبط يا كابتن اسلام، يعني الاستاذ يعقوب السعدي هو بيتكلم على النادي الاهلي قال انا بالنسبه لي النادي الاهلي حاله متفرده، ممكن تلاقي جمهور بيشجع ناديه، ممكن تلاقي جمهور بيحب ناديه، لكن صعب تلاقي جمهور عنده الولاء لناديه زي جمهور النادي الاهلي. صحيح. فانا بالنسبه لي لما بتكلم على النادي الاهلي ما بقولش ان النادي الاهلي ده نادي رياضي، النادي الاهلي مؤسسه متفرده في كافه الوجوه، انا بعتز بالنادي الاهلي، احنا كاماراتيين وكشعب اماراتي بنعتز بالنادي الاهلي، وجود النادي الاهلي في اي مكان بيبقى اثراء للمكان، اثراء للرياضه ليست الرياضه المصريه فقط ولكن للرياضه العربيه، انت عارف دايما كلمات الاستاذ يعقوب السعدي بتلامس القلب، هو بيوصف النادي الاهلي وبيتكلم على مصر واحنا موجودين في مكان هو جزء من اعتزازنا بتاريخنا وجزء من الحضاره المصريه وسفح الاهرامات، المشهد حلو قوي يا كابتن اسلام، يعني المشهد جميل جدا، حاجه جميله جدا وحاجه رائعه بالظبط. انا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات، والف الف مبروك النادي الاهلي تكريم، وكالعاده ودائما يكون التكريم قادم من النادي الاهلي في اي مكان وللنادي الاهلي في اي مكان.